قدم برنامج أسقفية الخدمات ضمن أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شجرة الحياة. يأتي ذلك بهدف تحسين التعليم لدى الأطفال المتعثرين دراسيا الموجودين داخل المدارس، حيث يقدم البرنامج للأطفال داخل المجتمعات الأكثر احتياجا طوال فترة الدراسة فصولا للاستذكار وتوفير المعلمين ذوي الخبرة في كافة المواد الدراسية، ويتم تخصيص أماكن من قبل الكنائس أو الأسر. ومن شروط البرنامج أن يخدم كافة أبناء المجتمع. مبسوطة جدا من الأطفال ومن تطورهم. الأول كان يحفظ كمية كلمات قليلة، طبعا كمس إنجليزي، شجعتهم انهم يحفظوا اكتر، امتحناهم بديهم شوية تقدير. عجبني طبعا الفرق بين المستوى، يعني اول شهر مش زي تاني شهر مثلا. بنقدم للطلبه المواد الدراسيه بتاع منهج الدراسه بشكل مبسط، بنوفر مدرسين، بنوفر لهم المكان، السبورات، الاعلام بتاعه السبوره، بنعمل امتحانات دوريه علشان نشوف مستواهم. البرنامج ده بيشتغل على 4 أنشطة رئيسيه. في البدايه هو البرنامج ده شغال في اغلب القرى والمناطق اللي بتخدم فيها اسقفيه الخدمات من اسكندريه لاسوان. بيشتغل على 4 أنشطة رئيسيه. النشاط الاول اسمه شجره الحياه، خاص بالاطفال اللي هم في فتره الدراسه حاليا. الاولاد يعني مستواهم في تحسن احسن من الاول. بنحاول يعني مع الطلبه انهم يوصلوا مستوى احسن. بنحاول معهم ممكن احيانا بشهاده تقدير، احيانا مع هدايا. بنحاول نعرف مين الشاطر نهتم بيه نوصل لمستوى احسن. تعلمت حاجات كتيره حلوه قوي هنا، وبدون رحلات جميله. انا كنت باخد عربي، حساب، وانجليزي، وعلوم ودراسات. بفهم المدرسين ويدونا دراسات وعلوم وعربي وانجليزي ورياضه. انا مبسوطه ان انا كنت باخد دروس من هنا، وهما بيعلمونا زين زين، وانا اتعلمت هناك، واللي دورنا في المدرسه انا اجي ناخده هناك.